الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فمنذ أن ظهرت البشرية فوق هذه الأرض وهم في تقاتل مستمر، تقاتل مع مستبد وظالم، وبين مدافع ومسالم، وأول جريمة سفك للدماء الحرام وقع على هذا الأرض وهذه الأرض جريمة ابني آدم. فقال تعالى مبينا فعلتهم الشنيعة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يضرب الله لنا أمثلة من كثير من الأمم والناس الذين استبدوا في الأرض واستعبدوا البشرية فكانت عاقبتهم الهلاك، كما أخبرنا الله عز وجل عن فرعون فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهله شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. والمفسدون من الكفار في كل زمان ومكان. ولما جاء الإسلام نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرية والاستقلال، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرية في كافة المجالات وفق شرع الله وتحت أمر الله سبحانه وتعالى، حيث لا ارتباط إلا بالله وحده، لا ارتباط إلا بالله الواحد الأحد. فقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يجوز أن تولي وأن توالي غير المؤمنين، أن توالي غير أمر الله وأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحرية والاستقلال، والحرية كنز يجب أن يصان، يجب أن يحفظ، ولا يحفظ إلا بالصلاح والإصلاح، ولا يحفظ إلا بأداء الواجبات، ولا يحفظ إلا بالدين وشرع الله، ولا يحفظ إلا بطاعة الله وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان إلا وينشد الحرية، لكن الحرية المكفولة بالدين، المكفولة بشرع الله سبحانه وتعالى.
ولا حرية إلا في الإسلام، إلا في دين الله، إلا في ظلال القرآن، إلا في ظلال سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الحرية البشرية وأعلنها مدوية في العالم، أعلن حقوق الإنسان في حجة الوداع وأعلنها في كل مكان صلى الله عليه وسلم، وبين أن لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إعلان عالمي من قبل الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فحرم الاعتداء على النفس، بل حرم التنابز، بل حرم السخرية والازدراء بالآخرين واحتقار الآخرين. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجسده في واقع الأمة، في واقع البشرية. كان الظلم والطغيان والاعتداء والاقتتال بين البشرية، فلما جاء الإسلام ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشأ الدولة التي كانت توصف بالحرية والاستقلال والعدل، شعارها العدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعداء الإسلام، وأعداء الإسلام الذين يعيشون على الظلم، يعيشون بالظلم، يعيشون بالاضطهاد، يعيشون من أجل وهدفهم هو سفك دماء الآخرين، يحكمهم حكم الغاب، فهذا قصدهم وهذا هدفهم وهذا منهاجهم. لا يرضون لأمة الإسلام أن تعيش الحرية والاستقلال، لا يرضون أن تعيش تحت ظل القرآن أو ظل الإسلام، لا يرضون ذلك. والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والقرآن لا يتغير ولا يتبدل، الذي قال هذا القول وحكم بهذا هو الله جل شأنه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا ووجدوا النفوس التي تقبل ذلك، إن استطاعوا. ولذلك الاحتلال حينما احتل وأراد احتلال بلدنا، وتعلمون أن المغرب كان دائما مستقلا بذاته اقتصاديا وسياسيا، لم يكن له ارتباط بالمشرق إلا من حيث الهوية والأخوة، أما الحكم فالمغرب كان دائما بفضل الله عز وجل مستقلا. والصليبيون كانوا يحاولون الاستيلاء والسيطرة على المغرب، وفي كل مرة كانوا يفشلون ويبطل الله مخططاتهم. والاستعمار والغرب فكروا واجتمعوا واتفقوا على أن يحتلوا المغرب لأنه يشكل ركيزة أساسية للاحتلال الفرنسي والإسباني، فيأتي في موقع مهم للاحتلال. وأغرقوا قبل ذلك المغرب في الديون، وزرعوا الفتن، وشوشوا على المغرب في جل المجالات، بل في كل مجالات الحياة، وبذلك سيرضخ المغرب بعد ذلك أحب أم كره لما يسمى بالحماية وهو الاحتلال.
بدأ ذلك في 1912 ميلادية، ووقع ذلك ووقع الاحتلال قبل ذلك في جهة الشرق تمهيدا لاحتلال المغرب كله. فهذا الاحتلال والمستبد كان يعمل على إذلال المغاربة، فبدأ باكتساب الطرق والوسائل الاقتصاد، وكان يشتري الأراضي الزراعية تحت التهديد والتجويع والسجن والتعذيب من المغاربة. ثم إذا كان كما يحكي آباؤنا ومسطر في تاريخنا أن الفلاح المغربي إذا زرع أرضه وحصد المحصول فيأتي المحتل فيستولي عليه بقوة السلطة والقهر والعصا، وإذا أخذه إلى السوق وكل ما سيأخذه ويأخذه إلى السوق لبيعه فلا بد أن يدفع عنه ضريبة، يدفع عنه ضريبة. فالفلاح والتاجر والصانع والعامل كان قبل الاحتلال يتحكم في ثروته، والحرية في أن يملك ما شاء من المال، فلما جاء الاحتلال فإذا المغربي يصير عاملا خادما عند المستعمر وعند الكافر وعند هذا المحتل. ولكن المغاربة الذين تشبعوا بروح القوة والعزة والإسلام، الذي جمعهم كلمة الله كلمة القرآن، والمغاربة المعروفون عنهم الموسومون بحفظ القرآن الكريم، والقرآن الكريم يدفع الإنسان إلى القوة والعزة. فكان المجاهدون المغاربة لا يرضون بالظلم ولا بالهوان والذل، كانوا يعتزون، ويجب أن نعتز بإسلامنا بديننا، ولله العزة ولرسوله. ألا إن العزة لله، اعتز بدينك فأنت قوي، اعتز بإسلامك بقرآنك فأنت قوي. فلما اعتزوا بإسلامهم اجتمعوا على كلمة واحدة فقاوموا الاحتلال، بل قاموا قومة رجل واحدة من أجل دحر هذا الاحتلال الاستعمار. ونكب الاحتلال في المغاربة تنكيلا وتنكيبا، وقتل من قتل منهم وعذب من عذب، وأراد التفريق بين المغاربة، لكن الذي وحدهم لا يفترقون عليه. الله عز وجل قال لهم وقال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا فأنتم أمة. وبذلك دحروا الاستعمار، دحروا الاحتلال، هزموا الاحتلال. فنحن أيها الأحبة أيها الإخوة ننعم بعز الاستقلال بما قدمه آباؤنا، بما قدمه أجدادنا وآباؤنا. فعلينا أن نحافظ على هذه الحرية، علينا أن نحافظ على هذا الاستقلال، أن نعمل من أجل الحفاظ على هذه الحرية، أن نصلح بلدنا وأن نصلح أنفسنا وأن نخدم بلد كل في موقعه. فأنت موظف يجب أن تخلص في عملك، فأنت فلاح يجب أن تتقن عملك، فأنت صانع عامل أن تصدق في عملك، لا تغش، لا تخدع، لا تزور، لا تغير. فأخلص في عملك، أصدق في عملك. أنت مسؤول يجب أن تتحمل المسؤولية، لأنك مسؤول أمام الله
وعن هذا الإرث الذي تركه لك وتركه لنا آباؤنا وأجدادنا ألا نخون. فمن غش أو زور أو غير أو خادع فإنما يخون الله ورسوله، يخون أمته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنواع الخيانة ثلاث: خيانة الله وهي أشنعها، وخيانة الرسول وهي أقبحها، وخيانة الأنا والغير أي هي خيانة الأمة. يجب أن تخلص في تقديم العمل والنصح لهذه الأمة حتى تستمر على هذا النهج، وتستمر هذه الأمة في الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر هذا الدين، أن ينصر هذا الدين، وأن يعزنا بإسلامنا وديننا وكتابنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، للأسف الشديد أمة الإسلام لا تحافظ على تاريخها، بل ولا تقرأ تاريخها. فإذا قرأت تاريخها فإنما تسرده سردا، ولا تقف عند نقط الضعف أو نقط الانتصار فيها. فالأمة في كل مرة تصاب بمصائب، خصوصا أمة في المشرق، في كل مرة تصاب وتبتلى بالاحتلال، وتبتلى بالعدو الذي يجثم على صدرها لسنوات عدة، بل ولقرون. فالأمة لا بد أن تستيقظ، لا بد أن تعرف عدوها. أين الخلل الذي أتينا منه؟ أين الضعف الذي تقوى به العدو علينا؟ حينما نتحدث عن قوة الاقتصاد وعن قوة العتاد والعدة للعدو، فيجب أن نعرف لماذا نحن ضعافا اقتصاديا عسكريا. لماذا نحن ضعاف؟ لأننا لم نعد العدة، لأننا لم نخلص في أعمالنا، لم نخلص في أعمالنا. هؤلاء الذين تقدموا وتطوروا إنما الرجل فيهم يعتبر ما يقوم به كأنه يعمل ذلك لنفسه ولأسرته، بخلاف الكثير منا في مجتمعاتنا. إذا عمل فقصده الأول وهدفه الأول هو نفسه، هو ذاته. ولذلك لن نتقدم إلا إذا جعلنا المصلحة العليا للأمة هي الأساس. فإذا كان قصدنا هذا وهدفنا هذا، والله سنتقدم. أما إذا كان كل واحد كأننا في يوم القيامة نفسي، فلن نتقدم أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفوقين ومن المنتصرين في جميع المجالات. اللهم احينا سعداء وقونا بالإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم انصرنا بدينك وكتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
وعليه كلمة الحق والدين. اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان، اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما في خير الإسلام والمسلمين، وأصلح ولي عهدنا الحسن وأنبت نبات حسنة، وصل الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.